فقرتنا الأخيرة رح نحكي عن قديش السكر الأبيض سيء وقديش بيسبب مضار للناس، ويمكن بيسبب بأمراض كتيرة نحن ممكن ما منحس قديش هو خطير على جسم الإنسان. رح نحكي أكثر عن الآثار السلبية والضارة على السكر الأبيض مع أخصائية التغذية هيا شجاع. صباح الخير. صباحكم خير، يسعد صباحكم. صباحك. يسعد صباحك هيا، واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي عن اضرار السكر الابيض. تمام، بالبدايه خليني اعرف شو هو السكر. تمام. السكر الطبيعي هو بيختلف كثير عن السكر الصناعي. السكر الطبيعي هو نحن من وين بنجيبه؟ هو بنجيبه نحن من السكر، من قصب السكر، من الشمندر السكري. والسكر الطبيعي هذا ما يسمى باللاكتوز، وهو السكروز عفوا، وهو الشيء اللي كثير مضر، وهو الشيء اللي بنستخدمه كسكر الطاوله، نحن بنقول عنه سكر الطاوله. تمام، فهذا السكر، طبعا السكر يعد السكر البسيط اللي بيتحلل فورا بجسمنا وبيعطيك الطاقة الفورية. نحن حتى السكريات هي أنواع، والسكريات هي كلها تعد مصدر من الكربوهيدرات. وقت نحن نقول النشويات أو الكربوهيدرات يعني بيكون من ضمنه السكر. هي أول شغلة. هلأ أضرار السكر طبعا لا تعد ولا تحصى لأنه كتير عالية، ودائما في مقارنة هلأ بحكي عنها بين السكر وبين السكري. هلأ أضرار السكر الطبيعي اللي نحن متعودين عليه إن كان من أي مصدر غذائي هو عبارة عن انه اولا بيسبب لنا السمنه وزياده الوزن، هي كثير معروفه، انه انا ما عاد بدي اكل سكر مشان انحف، بدي اقطع السكر مشان انحف، واكيد هذا الشيء كثير صح، لانه السكر هو العامل الاول بزياده الوزن بطريقه عاليه، وبنفس الوقت انت ما بيشبعك، يعني قد ما بتاكلي منه ما بيشبعك، وبيزيد الوزن بطريقه كثير عاليه، فاول شيء بيسببه هو زياده الوزن، ثاني شيء وقت يزيد وزنك اكيد زياده الدهون يعني، بس يزيد نحن عنا الدهون عنا فبتسبب بهذا الشيء أمراض، ومن الأمراض القلبية ومنها السكري. نحن كل ما اكلنا سكر كل ما البنكرياس عندنا فرز الانسولين، والبنكرياس عندنا يضل عم يفرز انسولين يفرز انسولين، هذا الشيء مع التقدم بالعمر في احتمال يسبب تعب البنكرياس ما يعرضنا للسكري النوع الثاني، وهذا الشيء كمان كثير لازم ندير بالنا عليه. كمان وحده من المشاكل اللي هي بتسبب لنا تسوس الاسنان وخصوصا عند الاولاد، الاولاد حتى الحليب، الحليب فيه سكر، هو بيجي من المالتوز. تمام، ف في نساء بتخلي اولادها تنام وهي عم بتشرب الحليب، وما او الجوس بيشربوا جوس وبيناموا فاسنانهم بسوسوا بشكل كثير صح، وهو يعني الاكثر الحليب. تمام، هو اكثر شيء بحط الببرون بتمه لينام وبتنسى تفرشي له اسنانه، الحليب بيصير فيه هون سكريات حوالين اسناننا، هذا الشيء بيزيد نسبه التسوس العاليه باسناننا، كمان بيسبب لنا قرحات معديه كثير. من ناحيه البشره بيسبب لنا الشيخوخه، بيسبب لنا تخرب بالهرمونات، ما يسبب فرز الدهون، فرز الدهون الزايد بيزيد عنا حب الشباب. من هيك كثير بنلاحظ عالم بتقول لك خليني بعد عن الشوكولا لانه الشوكولا عم بتفور لي وشي، هذا الشيء في منه صح وفي منه غلط. الصح انه السكريات اي نعم بتسبب انه فوره بالوش، ولكن نفس الوقت الشوكولا فيها الكاكاو المنيح، الكاكاو اللي هو في نسبه الفلافونويدز اللي هو كثير، بس يفضل تكون دارك. اكيد بفضل يكون دارك، يعني حتى الدارك إلى انواع، مو كل شيء دارك شوكولا دارك يعني هي منيحه، بتكون صح نسبه الكاكاو بقلبها عاليه، بس مرات ليعطوكي النكهه الطيبه بالشوكولا دارك بيزيدوا لك السكر عليها. طيب هي بدون ما تعرف، هي بيقولوا السكر بيعمل اكتئاب، بنفس الوقت اللي بياكل سكر او بياكل شوكولا او اي نوع ثاني بينبسط وبيزيد عنده هرمون السعاده. خلينا نحكي عن هي الدراسه المتناقضه برايك. تمام، هلا السكر بيزيد الاكتئاب بمراحل المرضيه وليس بمراحلك الطبيعيه. تمام. لانه السكر لمعظم العالم هي مثل نشوه، وقت انا اكل سكر خلص انا انبسطت، بس انيه نعم يعني بس بلحظتها اكيد انيه، لانه انت بتنبسطي انت وعم تاكلي، بعد شوي بتندمي، ما في ثواني بتندمي يا الله انا شو عملت لحالي. فهي اكيد انيه وبس، هي لكن في من يعني نفسيا بتزيد السعاده لانه انت اكلتي شيء انت بتحبيه، وليس انه السكر هو اللي بيعمل لك السعاده، بس انت تاكلي اكله بتحبيها او تستمتعي بالطعمه هي لحالها سعاده نفسيه. حتى في كثير من العالم بالكورونا وقت ما بقى استطعموا او ما بقى شموا حسوا بالكابه، ان كانوا عم ياكلوا سكر لان ما كانوا عم ياكلوا سكر، كآبتهم بسبب عدم الاستطعام. فانت لما نحن ناكل شغله طيبه، ومعظم 90% من العالم بيحبوا طعمه الحلو، ولأن
لانه نحن تعودنا عليها فعليا، واهلنا عودونا عليها، وهذا غلط الاهل من الصغر عنا. فنحن بننبسط بالسكر لانه في طعمه لذيذه جدا، وفي طعمه الحلو اللي بتوصلنا لمراحل متقدمه بالسعاده من الطعمه. مشان هيك هي سعاده الطعمه وليس السكريات هي اللي بتسبب السعاده. مع الوقت بس بعد ما تاكليها فورا بتكتئبي له كمان نفسيا، لانه انت بتعرفي انه حيزيد وزنك لانه انت خبصتي. انت هو كل شيء نفسي على فكره، وكل شيء نحن نقنع حالنا بحالنا. ولكن هي خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، بيقولوا لنا يلا رح احط من السكر الاسمر هو اخف ضرر من السكر الابيض، ولكن هو الصحيح هو لا، هو هلا هو أكيد نفس الضرر، ولكن خلينا نحكي الفرق بين السكر الاسمر والابيض. تمام، هي المعلومه جدا 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 خاطئه. السكر الاسمر فرقه عن السكر الابيض انه بس هو بيجي شوي محمص، فهذا الشيء بيعطيه السمار. تمام، فهو مثله مثل السكر الابيض فرد شكل، وقت يتحمص هذا الشيء ما بيروح من خواص السكر ومدار السكر ابدا ابدا ابدا، هو نفسه ذاته السكر الابيض بس ملون، هيك فيك تعدي. تمام، فالشيء الحلي نحن نتجنبه انه نحن بدل ما ناكل السكر الطبيعي اللي بنجيبه من قصب السكر او الشمندر السكري هو السكرين. هلا نحن كثير بيقولوا لي عالم طب السكرين بتسبب سرطان، بقول لهم اذا انت بتعرف مدار السكر بتقارنه بالسكرين ففورا بتتجه انت للسكرين، انه الاثنين هن محفزين خلايا سرطانيه، ولكن السكرين في جرعه تتجاوزيها باليوم، وقت تاخذي انت اكثر من 50 حبه باليوم لبعد فترات كثير طويله 40 سنه لياثر على الخلايا السرطانيه. بس 40 حبه مين بياخذ 40 ما حدا بياخذ، ما هي هون الفكره انه ما حدا بيصل لمراحل 40 حبه باليوم. حتى لو شربتي 2 بيبسي باليوم 2 بيبسي دايت ما بتصل ل 40 حبه باليوم. تمام، فهي شغله كثير، يعني السكرين بده كميات كثير كبيره على سنوات كتير عديده ليبلش يحفز. اما السكر فهو سريع تحفيز الخلايا السرطانيه. وحتى نحن بنلاحظ انه مريض السرطان اول شيء بيقولوا له وقف السكر. تمام، خلينا طيب نحكي عن الاطفال، كيف ممكن نمنعهم عن الكاندي، عن الحلويات، عن الشوكولا، عن الاشياء اللي هن بيحبوها، مشان نحافظ على صحتهم اكيد وما يصير معهم اضرار، ما يصير معهم سكر اطفال برايك؟ تمام، هلا الاطفال غلطهم مو من حالهم، الاطفال غلطهم من اهلهم، الاهل هن اللي بيعودوا الطفل انه ياكل الحلو، يعني فورا ليسكتوه بتلاقيه على طول بونبون، على طول مصاص، بدهم يكافئوه بيعطوا بونبون. تمام، اشتروا له الشوكولا، فالام هي اللي بتغلط، لازم الام تعوده من الصغر على طعمه المر اكثر من طعمه الحلو، يعني تحاول تفوت له الخضره قبل ما تفوت له الفواكه، بتلاقي فورا اول ما بلش بده ياكل بتفوت له عصير الفواكه او الفواكه لانه سهله وطيبه، فالطفل بيتعود فورا على طعمه الحلو، وقت تيجي بدها تفوت له الخضره بعد الفواكه ما بقى بيتقبل الخضره نهائيا، بحس بده شيء حلو لانه هي طعمه لذيذه فعلا، فبحس بده الحلو فبصير ميال للحلو. اما هي الام وقت تعوده على طعمه الخضره بالبدايات وتجبره عليها فالطفل بس يجوع لا محال بده ياكل الخضره. صحيح. عرفتي لا محال، لانه هو بالنهايه الطفل شو بيقولوا لا من مو بايده يعمل شيء، حتى ما بيعرف يعمل شيء، فالام هي اللي بتعوده. الفكرة انه نحن نعوده اول 6 شهور خضرة، ما نفوت له نهائيا سكريات، واذا بدنا نفوت له سكريات نفوت له شيء انه الفواكه اللي خفيفة السكر كمان، مو الفواكه اللي عالية السكر، لنضل عم نحاول نحن نجنبه من السكر ونجنبه من تسوس الاسنان. بتعرفي الاطفال كثير بيأثروا بحالهم، حتى مرات سيدة المنزل بتتعب بتنسى تفرشي اسنان ابنها او كذا، فبنحاول قد ما كان نحن فينا نتجنب السكر. تمام، فدائما الغلط من الاهل وليس الغلط من الاطفال. هلا الاطفال اجينا صار بده ياكل الحلو لانه تعود على طعمته، طبعا دائما بنحاول نعمل حلويات المنزليه اللي هي ما بنحط لها كثير سكر، يعني هذا الشيء منيح لاهل البيت وحتى للاطفال مو بس للطفل، فبنحاول نحن نعوده على الحلويات المنزليه، بنحاول قد ما فينا نشرح له عن اضرار الماكولات اللي بناكلها من الخارج، لانه فعلا ما بتتخيلي قديش الاضرار، كمان في توعيه الغذائيه اللي لازم نعلمه عليها، لازم نكون اولا الاهل يعرفوا كيف يقروا على المنتجات الغذائيه اللي هي قديش نسبه السكريات اي منتج غذائي انت بتجيبيه، قديش نسبه الكربوهيدرات لازم اي منتج لا تتجاوز قديش. تمام، هلا هون في فكره انا ما راح احكي بالجرامات لانه كثير من الاشخاص بيقولوا طب شو يعني جرامات، فانا حاحكي في شيء وقت نحن نقلب المنتج نقرا اسمه الديلي فاليو، بيكتبوا عليه نسبه مئويه. تمام، هي النسبه المئويه وقت نحن نشوف الكربوهيدرات تجاوزت نسبه 5%
هي عرفي انه هي نسبه نشويات فيها عاليه. بس اصلا هدول منتجات تجاريه هن، يعني اكيد ما حيحطوا الحقيقه 100%، واكيد هن رح يتلاعبوا بالموديلات والاشكال لحتى يجذبوا الصغار ويجذبوا الكبار. ولكن خلينا قبل ما نختم معك هيا نحكي بقصه كثير مهمه. لما اي حدا بده يعمل دايت بيوقف السكر بيوقف الحلو، بصير بيعصب بزياده، بصير بيتوتر بزياده. ليش؟ خلينا نعرف ليش، وهل هي حقيقه ولا لا؟ نحن قانعين حالنا انه نحن رح نعصب كثير. لا طبعا هي حقيقه، لانه انت عودتي جسمك على ستايل حياه معين واجيتي غيرتي هالستايل فجاه. طبعا انا دائما بقول لهم اول التخفيف، ولكن اول التخفيف واول مو الانتهاء. هو غلط انت تقطعي كل شيء من حياتك، هذا الشيء لانه ما في استمراريه. وقت انت تقطعي شيء هو من عاداتك اليوميه، هذا الشيء معناته انت ما حتستمري بالموضوع. فهو الصح انت تخففي الكميه وتضبطي الكميه بما يناسب جسمك وجنسك وطولك وعمرك، هذا الشيء الصح اللي نحن لازم نعمله. بنفس الوقت تكوني عم تاخذي حاجتك وكفايتك مو زياده. فاي شيء انت بتبدي فيه انه انت بدك تقطعي او تخففي، هون حيكون في معاناه، وهون انت حتتجهي انه انت تكتئبي، لانه انت عم تغيري شيء انت متعوده عليه لنفترض لمده اقل شيء 5 سنين او 6 سنين. فوقت انت بدك تغيري فحتكتئبي اول اسبوع، وصدقيني بعدها لحالك حتحسي بالسعاده انه انت حسنتي تتجنبي خطا ما بحياتك او عاده بحياتك كانت خاطئه. فدائما اول ما نحن بدنا نبدا نحسن من نفسنا فهو شيء كثير صعب، وهذا الشيء دائما انا بحكيه. وحتى وقت بده يبدوا الاشخاص برامج غذائيه بدهم يحاولوا يصغروا معدتهم، هي العمليه بدها تاخذ شوي من طاقتهم. مثل وقت انت يعني دائما كل شيء حلو صعب، وكل شيء سهل بيكون في عادات بس خاطئة. دائما حتى بالدايت بيقولوا ما تحرموا حالكم مشان نفسيتكم، يعني دائما اتركوا يوم لكم تاكلوا الاشياء بتحبوها بس كمان بكمية محدودة. شكرا هيا على نصايحك اليوم، شكرا لمعلوماتك القيمة. أكيد هيا شجاع، شكرا كثير لك أخصائية التغذية، ميرسي على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ويسعد صباحك.